حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه متجدده من برنامجكم شباب قول وفعل. نرحب فيكم مجددا، ودائما تتجدد معاكم الفقرات واللقاءات المختلفه عبر برنامجنا شباب قول وفعل. دعوني باسمي وباسمكم اني ارحب بزميلتي هبه. مساء الخير. مساء الخير فايز، مساء الخير عليكم جميع مشاهدينا اليوم اللي قاعد يتابعونا اكيد في حلقه جديده من شباب قول وفعل. مثل ما انتم متعودين في برنامجنا، اكيد للتواصل مع البرنامج عندكم عن طريق الايميل shababq@hotmail.com، وايضا مثل ما انتم متعودين عندنا موضوع نناقشه في بدايه حلقتنا، فاكيد ان شاء الله راح يكون عندنا موضوع شيق فايز اليوم. بالفعل راح نتكلم هبة، يعني دائما في كل بداية حلقة نتناقش في موضوع معين. اليوم موضوعنا عن إتقان العمل، يعني الرجل اللي يتفنن في عمله، اللي يحب العمل اللي جاب له ممكن يبدع فيه. الرجل اللي دائما يتقن عمله هو الملتزم في العمل بصراحة، يعني أنا اللي قاعد أشوفه يعني الأغلب كذي يتجه هذا الاتجاه. نعم. الملتزم بالعمل هو اللي يبدع وهو اللي يصير متقن لهذا العمل والأعمال مختلفة طبعا. يعني حتى بعد قليل إن شاء الله راح يكون عندنا ضيف مميز، وهو الأستاذ أنور المحطب، وهو يعني محامي وفنان أمام المحاكم بالترافع. فكل هذا تميز أيضا وإتقان للعمل، غير من إخوانه وزملاء أيضا المحاميين اللي بمرافعاتهم يوصلون المعلومة بشكل صحيح، وأيضا إتقان للعمل. غيرنا إحنا كمذيعين في التلفزيون أو غيرها، من يلتزم في عمله يتقن هذا العمل ويعني يكون جدي. أهم شيء بعد الجدية في إتقان العمل، يعني إذا الإنسان كان جدي في التعلم وأيضا جدي في استيعاب المعلومة، أو خلينا نتكلم كمهنتنا في استيعاب الضيف بمحاوره المختلفة، شلون يسأله، شلون يوصل له المعلومة، شلون يستوعب منه، شلون ينقلها للمشاهد اللي قاعد يشاهدنا خلف الشاشة. نعم. فكل هذا إبداع وإتقان للعمل. نعم أكيد فعلا، وبنفس الوقت إتقان العمل يبلش من الصغر. الأهل، البيئة المحيطة بهذا الفرد، هم اللي يبدون يعلمون هذا الشخص شنو هو العمل، شنو مميزاته، شلون أتقنه. نبلش من مهام صغيرة إلى المهام الكبيرة، يعني أكيد مع الأطفال نبلش أصعب شيء بالنسبة للأطفال اللي هو ترتيب أو نجمع الألعاب بعد ما نلعب ونخلص، ما نهد الغرفة مبعثرة غير مرتبة غير منتظمة. إذا بلش هذا الشيء شوي شوي يصير عندهم روتين في حياتهم، يبتدون يستوعبون إنه والله هذا شغل صغير بلشت فيه، وكذي شوي شوي عطيناهم حس المسؤوليه، وايضا حس انه شعور جميل اللي هو اتقان الشيء باكمل وجود. وبنفس الوقت ايضا انا اشوف انه حتى لو في اشخاص كثيرين ما يحبون المجال العمل اللي قاعد يشتغلون فيه، يعني هو مو حاب وظيفته، ولكن رغم انه مو حاب الوظيفه او مو حاب بيئه العمل، لكن هو قاعد يتقن عمله بأتم صوره علشان ينجز بالنهايه بشكل ايجابي. فاحنا وايد قاعد نشوف هذه الاشياء تصير في مجتمعنا، وايضا قاعد نشوفها بالبيئه المحيطه. اذا قعدنا بالجامعات، اذا قعدنا في اماكن معينه، نبتدي نشوف والله فلان ما يحب المكان اللي هو قاعد يداوم فيه، او فلان تحب المكان اللي يداوم فيه، وتشوف انت الفروقات. ولكن نادرا ما نشوف انه مثل ما ذكرت ان الشخص اللي ما يحب بيئه العمل يتقن عمله، فهذا شيء بالعكس اشوفه هم حلو. انا بس ابي افصل في جزئيتين مختلفتين بهبه، يعني الاتقان هو استيعاب العمل، شلون انا استوعب واتقن واتفنن في هذا العمل اللي انا راح انجزه. تمام. اما الالتزام موضوع اخر، انا هذا كوجهه نظر شخصيه اشوف الالتزام. مثلا اني انا التزم، اوكي الالتزام يخليك تبدع ويخليك تنجز وتتقن اللي أنت تكون حابة أو أنت تكون مستوعبة أساساً. فكل عمل يحتاج إلى استيعاب معين حتى هذا العامل أو هذا الشخص اللي راح يعمل في هذا المكان يتفنن ويقوم بإتقان عمله بالشكل الصحيح. كذلك المعلمات والمعلمين، يعني هناك فنان من المعلمين يقوم بشرح مادته بشكل مبسط وسهل ويوصل المعلومات للطلبة أو الطالبات بشكل صحيح وشكل سهل وبسيط جدا ويستوعبه الطالب
بطريقة سلسة وحلوة وجميلة جدا. هذا أيضا يرجع إلى إتقان العمل اللي 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 المعلم يجب أن يتقنه. وقيسي على هالمجرة هذه يعني على جميع الوظائف اللي موجودة عندنا سواء من العامل إلى الوزير. كل واحد لابد أن يتقن في عمله. متى يتقن في عمله؟ إذا استوعب مجال العمل اللي هو فيه. هذه الرساله اللي انا يعني اتصورها واشوفها يعني واشوف معناها في اتقان العمل. فعلا صحيح. وما شاء الله احنا قاعدين نشوف خصوصا في الاونه الاخيره انه في العديد من الشباب الحين خلاص ما في عندهم وظيفه واحده، لازم يكون في وظيفته، لازم يكون عنده شيء خلينا نقول دوام هو يداوم فيه وبنفس الوقت مكان هو حابه. وإذا بنتكلم كنا احنا في قناة رياضية نتكلم عن مجال الرياضة، في العديد ما شاء الله الحين قاعدين نشوفهم هو يشتغل الصبح شيء ولكن في دوام بارت تايم، يكون مدرب بالنسبة من ناحية الرياضة، يكون شخص جايدر من ناحية هذا الشيء. فهذا شيء وايد حلو ان احنا قاعد نشوفهم ايضا مثل ما ذكرت يتقنون العمل وايضا بنفس الوقت يتقنون شيء هم حابينه، خصوصا مجال الرياضة انا اشوفه وايد صعب انه يجيلك شخص تقعد تعلمه اي بي سي بالنسبة لي التمارين الرياضيه، فوايد الموضوع حساس. وما شاء الله ان احنا قاعد نشوف منه حتى في هذا المجال انهم ماسكينه وقاعدين يتقنونه، انه شيء جدا حلو ومفيد بنفس الوقت. بالفعل يعني انا قبل قليل وخلف الكواليس قبل لا نبتدي الحلقه معنا ضيوف راح يكونون جميلين جدا، وهو فريق ليمتلس، ويعني كانت هناك الاخت الاء وايضا الاخ احمد الكندري، كنا نسولف ونتحاور شلون يعني يرتبون اوقاتهم في عمليه الرياضه. يعني وجدت عندهم بالفعل التزام صحيح في عملية ترتيب الوقت يعني بالشكل الصحيح، وأيضا الالتزام في العمل. يعني الرياضة ما تأخذ منهم العمل ولا العمل يأخذ منهم الرياضة. فأنا أتوقع أن الرسالة بعد قليل راح تصل للسادة المشاهدين من خلالهم بشكل يعني جميل جدا. وإحنا ما نبي نكشف لقائنا يعني الآن، ولكن نبي في وقت إن شاء الله راح نتكلم عن موضوعنا وشون تشكل وتكون فريق ليمتلس، وراح نتكلم شون يعني عملية الربط ما بين الرياضة وما بين العمل وما بين الحياة اليومية اللي يقضونها، شون ترتيب الوقت عندهم شون مهم. كل هذا الربط راح إن شاء الله تحاور فيه بعد قليل مع ضيوفنا. نعم نعم. شو رأيك ننتقل بفاصل قصير؟ يلا. ونشاهد شنو عندنا من يعني تشاهدون مشاهدينا الكرام شنو عندنا من فقرات ولقاءات خلال حلقة اليوم. الرياضة وعلاقتها بالصحة العامة، ولقاء مع المحامي أنور المحفظ. الفقرة الرياضية مع علي الموسوي. فريق ليمتلس ولقاء مع آلاء عبد الرحيم وأحمد الكندري. فقرة تنسيق الزهور مع حمد الشايجي وعبد العزيز الخراز. Your destiny. Flawless victory. Fight. مساء الخير، يعطيكم العافية، معاكم سنسيعي المسوي ثلاثة دان كيوكشن كاراتيه. اليوم بتكلم عن طريقة تغويات بالكيوكشن كاراتيه ومعاي لاعبي كوهاي علي وحمد، راح أطبق عليه كم حركة. من طريقة نستخدمها اللي البوكسات، شلون نقوي الجسم على تحمل البوكسات. فراح يوقف لاعب ونبلش بوكسات على الخفيف في البداية، يديني ما راح تكون مسكرة حيل، تكون شوي مبطلة. هالطريقة شوي شوي راح أزيد. نفسها لين فوق، استخدم ريولي من برا ومن داخل عشان اخلي الجسم يتعود على الضربات خلال الفايت. بعدينك
نفسها فوق. جين عيد نفسها هيزة. هالطريقة راح نقوي جسمنا بالكيوكشن كاراتيه. كان معاكم سنسي علي المسوي، يعطيكم العافية. أس. رجعنا لكم مشاهدينا، طبعا كل الشكر لسنسي علي المسوي على جميع المعلومات القيمة اللي قدمها لنا ضمن فقرتها الرياضية. حابين نرحب اليوم ضيفنا الأول معنا المحامي أنور عبد العزيز، مهتم بأمور الرياضة والصحة العامة. طبعا احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا. انا جدا بعد سعيد في تواجدي معاكم، وزدت شرف حقيقة بتواجدي مع الدكتور مع حضرتك استاذة الفاضلة، وان شاء الله اقول كلام او اقدم جملة مفيدة لاخواني المشاهدين. استاذ أنور، يعني انا قبل اللقاء قاعد اسولف انا وياك ودخلنا بشوية حماس عن تنظيم القوانين، وهل هناك في قانون يحمي الالعاب الرياضية بشكل عام، او اللي تعمد الاصابات في الملاعب واصابات الاخرين في الملعب او غيرها من هالامور، فراح ابتدي وياك في هذا السؤال. ممتاز. هل هناك قوانين تنظم العاب الرياضة؟ نفس ما قلت لك دكتور، هناك مسؤولية جزائية لممارسة الرياضة. يعني شنو هالكلام؟ يعني لاعبين يلعبون في لعبة فردية أو لعبة جماعية، يعني أحكام هذه اللعبة أن في مواجهة، في اشتباك، في تلاحم ما بينهم. طيب أنا مو معقول كل التحام وكل اشتباك راح اشتكي على زميلي أو اشتكي على الخصم أو اشتكي على اللي مارس اللعبة من خصمي في اللعبة هذه. لا، هناك ألعاب وهناك إصابات وهناك ضربات وهناك كدمات يواجهها ويتعرض لها اللاعب، قد تبيح هذه النتيجة، ولكن في إصابات لا، ما فيها إباحة. يعني خلينا نقول ترجع لقاضي الموضوع، ترجع لقاضي، لا هو اللي يحدد، ترجع لقاضي الموضوع نفس ما قلت حضرتك. نعم. دكتور، وترجع لظروف الحال، احنا نسميها ظروف الحال. نعم. أنا قاعد ألعب كرة أمام فريق ثاني، تعرضت لإصابة محددة. طيب هذه الإصابة في إطار اللعب، اللاعب اشتبك معي اشتباك معقول واشتباك منطقي، ما نتج عنها. متى يصير الكلام؟ متى ندخل في المسؤولية الجزائية؟ إذا تجاوز الأثر، يعني أنا لاعب كرة لعب معي وأصابني في إصابة في رجلي بليغة. نتج عنها بليغة، نتج عنها لا سمح الله، الله يكافي شر السامعين والمشاهدين، إعاقتي عن ممارسة مدة طويلة من حياتي. يعني هذا لازم يرجع لي في دعوة، هناك يتدخل القانون، يتدخل لحماية هذا المضرور مثل ما يتدخل لحماية أي شخص آخر يتعرض لأي إساءة خارج إطار وميادين الملاعب الرياضية. نعم. فيريد تحدثنا أيضا، كونك محامي وأيضا مهتم في الأمور الرياضية والصحة العامة، يريد تحدثنا عن مفهوم الرياضة وعلاقتها بالصحة العامة. والله شوفي، هو في قاعدة تعلمناها وشفناها ودرسناها من صغرنا، العقل السليم في الجسد السليم. وهذه حقيقة، أنا كمحامي أحتاج لممارسة الرياضة. خد أتكلم عن نفسي، ماني محاكي عن، أحتاج لممارسة الرياضة بشكل يومي. ليش أحتاج لممارسة الرياضة؟ يعني شنو محامي، شو علاقتك في الرياضة؟ لا، بحكم عملي أنا أنتقل كثير، أتحرك كثير، أحتاج أتكلم كثير، أحتاج أن أنا أنتقل من مكان لمكان، أتحرك، لازم تكون حركتي، لازم تكون عندي لياقة. ما ينفع عفوا أمارس أي عمل في حركة وأتعب وأحس بالإرهاق والمشقة من أي مجهود أنا أعمله. بغض النظر عن أنك أنت تمارس عملك، هي لك أنت كشخصية، كحياتك الخاصة، لما تمارس الرياضة وتجعلها من أسلوب حياتك اليومي، راح تلاقي هناك راحة نفسية، راحة نفسية في استقرار النفسي، حركة الدم وحركة الصحة. أخواني الأطباء هم أدرى مني في هذه المسائل، ولكن أنا كتجربة شخصية يعني أمارس الرياضة بشكل يومي تحقق لي سعادة. ما أعرف أدخل على شيء أو ما أعرف أبدأ يومي إلا بممارسة الرياضة مع اختلاف الأوقات. قد ألعب بأوقات كبيرة، قد ألعب بأوقات بسيطة، ولكن لازم تكون هناك حركة تساعدني وتعيني على باقي نشاطي خلال اليوم، خلال 24 ساعة باقية من في يومي. أيضا أستاذ أنور، يعني إضافة لكلامك، يعني الرياضة دائما تنظم بالفعل، تعطي الواحد الصحة. نعم. تعطي الجسم السليم.
ويعني تعطي سرعه البديهه بالضبط. تنشط الجسم، تنشط الهرمونات داخل الجسم، وايضا تعطي لباقه في الحديث، تساعده على اللباقه، تساعده على اخذ النفس اثناء شرحه للمواضيع. فانت جبتها على طاري انه والله مهنتي انا تتطلب بالفعل لعبة اني اكون ممارس للرياضه حتى طبعًا. يعني تملك جميع الادوات لكي تترافع امام هيئه المحكمه وتؤدي عملك بالشكل المطلوب. أي نعم. فبالتالي كل مهنه يعني، او خلينا نتكلم بشكل عام، كل انسان يحتاج الى الرياضه. صحيح. حتى يعني اخواننا اللي تكون عندهم امراض بسيطه ممكن تروح مع الالعاب الرياضيه. صحيح. مع ممارسه الرياضه ممكن كل هذا يروح. ولكن نبي نجي الى جانب فوائد الرياضه للجسم الصحيح. صحيح. شلون تشوفها انت؟ والله شوف، يعني بطبقها وبتكلم عن نفسي انا. قلت لك انا توم ساعه ان ممارسه الرياضه خلال اليوم او بدايه اليوم بالتحديد تمكنك من ممارسه اداء عملك خلال ال 24 ساعه في اليوم. تمكنك من الحركه، تمكنك من اخذ نفسك نفس ما ذكر دكتور، تمكنك من عدم الارهاق وعدم الاحساس بالارهاق، خصوصا لما انت عفوا تلعب رياضه وتوازنها بغذاء صحي مناسب ليعطيك من يومك. يعني ما ابي احكي بالغذاء، انا مو مجالي الغذاء، ولكن لما توزن ما بين غذائك وما بين الرياضه راح تلاقي نفسك خلال ال 24 ساعه انت نشيط. يعني خلني اقول لك موقف يعني حصل لي انا يعني وسمعته من الغير لما شافني وانا اعمل عملي في نشاط. فانور انت ايش تاكل الصبح؟ ايش تريق؟ قلت لا والله ما اتريق، انا اكل او اتريق او اكل كميات بسيطه في نوعيه معينه وامارس الرياضه. شي يقول انا اشوفك اليوم ما شاء الله، يعني ما شاء الله، هو قال ما شاء الله يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. فقال لي ما شاء الله ما شاء الله اشوفك جدا نشيط. قلت له الحمد لله، هذا يرجع لي ان انا انظم نومي، يرجع لي انا اهتم بغذائي، يرجع ان انا امارس الرياضه بشكل مستمر. خلي بالك في ناس تحسب الرياضه والله انا عشان عندي مباراه او ان انا عندي بطوله او ان انا عندي مناسبه لازم احافظ على لياقتي او ان احافظ. لا لا لا، ليش يا اخي؟ اعتبر الرياضه اسلوب حياتك، اعتبرها جزء من جزء لا يتجزأ من أدوات الحياة، مثل الأكل، مثل اللبس، مثل غيره من الأمور اللي كلنا نحتاجها. خل عندك شوية، مو شرط يا أخي الصبح، ما لك خلق تقعد الصبح قبل لا تنام بالليل، مارس شوية رياضة. عندك وقت، إذا عندك وقت لا تقول لي اللي يشوفني الحين يقول والله ما عندي وقت، أنا ما حكم شغلي. لا لا لا، كلنا عندنا أوقات، كلنا مشغولين وكلنا لاقين لنا وقت خلال اليوم نمارس فيه الرياضة. نرجع مره ثانيه للفوائد الرياضه. الفوائد الرياضه قلت لك تعطيك المقدره على ممارسه عملك، تعطيك الصحه، تعطيك القدره على الكلام، تنظم نفسك اثناء الحديث. الكل اللي يشاهدك ويتعامل معك يقول فعلا هذا يعني الصحه ونشاطه باين عليه من حركته. هذا اهم جزء الكل يبحث عنه. ما ابي اتكلم لك في جزء طبي وجزء صحي، انا ما افهم، اخواني الدكاتره ادرى واعلم مني في هذا الامر، ولكن من ناحية حياتية ممارسية طبيعية تمارس الرياضة وتوازن بين غذائك حتلاقي نفسك خلال اليوم إنسان نشيط ومجتهد ومثابر. حلوة مثابر هذه، بس مجتهد ونشيط. نعم نعم أكيد. ومثل ما ذكرت أنه هو بنفس الوقت يعكس تأثير إيجابي على الفرد نفسه. صحيح. في أدائه العمل، في طاقته مثل ما ذكرت أيضا في الحوار. بالنسبة لك محامي أنور، ممكن تحدثنا عن من تجربتك الشخصية، متى تفضل التمارين الرياضية ولها تأثير إيجابي يكون عليك أكثر؟ هل فترة يعني تفضلها بالفترة الصباحية ولا تفضلها في منتصف اليوم؟ والله شوفي، هو أفضل وقت حسب رأيي وكلام وحديث إخواني الأطباء إن فترة الصباح، فترة الصبح مبكر. يا أخي شو المشكلة؟ نام بالليل مبكر، اقعد الصبح مبكر، حط لك وقت مثلاً من ساعة لساعة أمارس فيه ساعة. أنا ما قلت لك ساعة ونص وساعتين، مارس الرياضة ساعة 60 دقيقة، نوع بأنشطتك الرياضية. ماكو فينا أحد الحين ما يقدر يمارس رياضة، يمشي يجري، يعني لا يزال يلاقي له وقت. والله ما عندي مكان، ما عندي وقت. لا لا، عندك وقت، عندك مكان، بس أنت ما تبي. خلي بالك في شيء اسمه أنا ما أقدر أو أنا ما أبي. أنا ما أبي شيء وأنا ما أقدر شيء. أنا ما أقدر، عندي عاق صحي، عندي عاق نفسي، عندي عاق اجتماعي، أنا ما أقدر، محكور في مكان، هذا يسمونه أنا ما أقدر. بس أنا ما أبي، أنا أقدر ألعب رياضة بس ما أبي، ماكو الإرادة الرغبة أن أنا ألعب رياضة. والله لعبت رياضة، قمت اليوم ولعبت رياضة وتحركت وعملت شوية أنشطة رياضية،
وبس مليت. زين ليش مليت؟ والله تعبت كل يوم بقوم وبعمل كذي. لا لا، يلاقي نفسه خلال ثلاث اربع ايام قاعد يتاخر على دوامه سبت مارس الرياضه. لا لا لا، مو صحيح الكلام. جرب انك انت تستمر اسبوع وتنظم. قلت لك هو لما تمارس الرياضه راح تخلي نفسك انت تنام بالليل مبكر، تنشط غذائك، صحتك تصير جيده، قدرتك على التركيز. خلي بالك التركيز وايد مهم. كلنا كل واحد في مجال عمله ايا كان، الاخوان المذيعين، الاطباء، ايا كان يعمل، حتى الاخوان الاساتذه اللي واقفين ورا الكاميرا، عشان يركز. شلون يركز في عمله؟ يركز وهو سهران ولا تعبان ولا عنده مثل الخمول؟ لازم يكون في حاله نشاط عشان يؤدي عمله. كل واحد فينا يؤدي عمله بشكل نشيط. شلون؟ من خلال تغذيه سليمه، ممارسه للرياضه. انا كشخصيا، احب امارس الرياضه في الفتره الصباحيه، تعطيني قدره على يعني خلنا نحكي بالحكي الكويتي، القدره على الانتعاش بفتره النهار الى فتره المساء. بما ان انا انام بالليل مبكر فما اقدر انا اسهر وايد، فحدي الصبح هذه عندي مثلا اقعد من النوم 5:30، من 5:30 ل 6:30 هذه ممارسه الرياضه. احلي شيوخي وش دعوه نورت قاعد مبكر؟ لا انا فعلا قاعد مبكر علشان عندي بحكم شغلي، بحكم ان انا ابي اعطي نفسي طاقه وباور لباقي النهار. جيت بالليل نام مبكر. والله واحد يقول لك انا احب العب رياضه بالفتره المسائيه، لا لا لا، انا سامع طبيب وعن تجربه، ما ابي اقول لك سامع طبيب ولكن انا عن تجربه بالفتره المسائيه ما تحقق لك الفائده اللي هي نفسها مالت الصبح. جرب يومين 48 ساعه كل يوم ورا بعض، العب رياضه ومارس وامشي لك شويه 35 الى 40 دقيقه ومارس رياضه في اوزان خفيفه يومين بس. راح تلاقي نفسك اليوم الثالث انت تسعى، انت جدولت نفسك انا بقعد من النوم الساعه 6 نفس ما سمعت المحامي يسوي كذي، وبعمل كذي وبعمل كذي وبعدين بروح دوامي. صدقيني بعد اسبوع راح تلاقينا هذا اسلوب حياته. اسبوعين الولد قام ينتج في عمله، الرجل قام ينتج في عمله، والمراه ايضا قاعده تنتج في عملها. الفوائد لشخصك ثم للمجموعه اللي انت تحيط فيك ثم للمجتمع. باكر انت لما تروح تؤدي عملك وانت في قمه النشاط حتحقق انتاجيه، تفيد نفسك، تفيد القطاع والجهه اللي انت تعمل فيها، وتحقق الفائده المرجوه منك في المجتمع. هذه هي المنظومه اللي كلنا نسعى لها. كلامي ما في شيء صعب. وازن ما بين غذائك ونشاطك وحافظ على صحتك علشان تقدر تنتج وتعطي خلال يومك وتفيد نفسك والمجتمع والاطار اللي يعمل معك. نعم. حلو، خوش كلام وخوش حكي، وراح نتواصل وياك لكن بتوقف مع فاصل قصير استاذ انور ونرجع لك مره ثانيه للحديث ان شاء الله. مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير ومتم نعود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وايضا حابين نرحب للمره الثانيه مع ضيفنا المحاميه انور عبد العزيز. طبعا احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا المره الثانيه. شكرا للاستاذه. شكرا لك استاذ انور. يعني احنا قاعد نتحاور معاك وانت رجل قانون، وبدنا نوصل للساده المشاهدين وايضا اللي قاعد يمارسون العاب الرياضه سواء في الانديه او غيرها، يعني قاعد نشاهد بعض الاحتكاكات اللي تكون بين اللاعبين. مثلا لاعب يتعمد
بضرب زميله الآخر، ممكن باليد أو يعمل له حركة بالفم مثلا، أو يوصل له رسالة، أو أنه يشتم لاعب الفريق الآخر. فبالتالي كل هذه يعني تكون تحت القانون، يعني تكون مسؤولية، يقع تحت مسؤولية قانونية ممكن ياخذ فيها عقوبة من خلال القوانين اللي موجودة عندنا في الدولة. فليه نتكلم في هذه الجزئية حتى نوصل الرسالة بأن الرجل الرياضي لابد أنه يعني يكون يعني ما تكون عنده بذاءات سيئة، ويكون إنسان سليم، ويطبق الرياضة بالشكل الصحيح، ويوصل الرسالة الرياضية بالشكل الصحيح. ما في شك أن الإنسان الرياضي يجب عليه أن يتمتع بأخلاق رياضية. يعني شنو أخلاق رياضية؟ يعني داخل الملعب وخارج الملعب، قاعد تلعب كرة، تمارس أي لعبة جماعية أو فردية، تتعرض للاحتكاك، ما يجب أن يصدر منك أي إساءة قولية لفظية أو بالإشارة أو بالجسد أو الاعتداء أو الاعتداء أو الزملاء. هذا يختلف اختلاف كلي عن الروح الرياضية والأخلاق الرياضية اللي إحنا راح تسألني حضرتك هل يجوز لأنه يشتكي؟ هو أساساً إذا بدر وصدر منه هذه الإساءة أثناء ممارسة اللعبة راح يتعرض لعقوبة داخل الملعب من خلال توجيه إنذار له من حكم المباراة، أو أنه يتلقى كرت أحمر والطرد أو غيره من العقوبات، وممكن يتعرض للإيقاف مدة معينة حسب اللوائح والقوانين اللي متبع في الاتحادات الدولية. طيب ليش تعرض نفسك للمسألة؟ أنت إنسان رياضي قاعد تبحث عن رياضة وتبحث عن إنجاز ومجد لنفسك ولوطنك ولبلدك من خلال كل المحافل الدولية، تحافظ على أخلاقياتك سلوكياتك. ياما مشاهير في الرياضة وياما لاعبين سواء عندنا أو في الخليج احنا نتغنى بأسمائهم ونتغنى بتاريخهم، ليش؟ ناس على خلق رياضي داخل الملعب وخارج الملعب ما بدر منه. طيب هل يجوز لي ان انا اثناء الاصابه او اثناء لما اتعرض لإساءة مثلا منه، تعرض لي اي لفظ خارج عن المألوف خلال المباراه بالرغم من انه هو تعرض لكرت احمر اللاعب اللي اصابني؟ طبعا يجوز لك حقك انك انت تشتكي. ما هو من حق اي احد انه يوجه لك لفظ قولي او فعلي سواء اثناء ممارسه الرياضه او خارج ممارسه الرياضه. ما يصير انا العب كره انت تشتمني بحجه ان انت متنرفز وغضبان، لا ما يصير. مش متنرفز غضبان، تتحكم باعصابك، يعني في اشياء كثيره توخر عنك الغضب والضغط النفسي اللي انت تتعرض له اثناء ممارسه الرياضه. بس من حق انك تشتمني؟ من حقي اشتكي عليه برا اللعبه؟ نعم من حقك تشتكي عليه. شلون يا استاذ انور؟ تتوجه لي حسب الاجراءات في الشكوى، وما بيتكلم عن التفاصيل، تتوجه في في في, في لمخفر المنطقه حسب اللفظ او حسب نعم. الاساءه اللي جت لك منها اللي جت لك من هذا اللاعب، تعمل الشكوى الطبيعيه. طيب. مثل ما اي واحد يتعرض لاساءه ان شاء الله انت في المستقبل راح تكون زميل لنا استاذ انور باذن الله. انا اتشرف يعني سمعنا فيك راح تكون احد المعلقين، وان شاء الله تكون يعني ان شاء الله انك تصل لمستوى يعني ملك التعليق يا رب ان شاء الله. طبعا الحربان اللي وجه له اجمل تحيه صراحه. انا مسي عليه بالخير استاذ خالد الحربان، هذا نموذج ومثل اعلى لكل واحد يشتغل في مجال الاعلام الرياضي. انا بدات في التعليق من خلال برنامج اخوان الاساتذه في القناه الثالثه، عملوا برنامج انت المعلق، وتم اختيارنا من قبل لجنه متخصصه في الاختيار احسن معلقين، واختارنا احنا ثمان اشخاص، وما زلنا احنا يعني نتلقى التوجيهات والتدريبات ما بين فتره واخرى لغايه ما ان شاء الله باذن الله نحصل على 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 فرصه ملائمه وندخل مع الاساتذه اللي سبقونا في هالمجال ان شاء الله. عسى الله يوفقك ان شاء الله استاذ انور، ويعني لقاء جميل جدا. الله يسلمك، شاكرين حضورك معنا. انا شاكر لكم على هالاستضافه الطيبه، وان شاء الله اكون قدمت جمل وكلام اخواني المشاهدين يستمتعون ويستفيدون منه، وشاكر لك استاذ وشاكر الاستاذ العزيزه. طبعا اكيد مشاهدين احنا بنستمر معاكم في فقراتنا، ولكن بنتجه الى فقره من الفقرات وبعدها بنستكمل مع ضيوفنا.
مساكم الله بالخير، حياكم الله. فقرة جديدة معاي أنا المنسق حمد شاجي أخوي عبد العزيز الخراز. اليوم راح تكون فقرتنا عن تنسيق طاولة المدخل المستطيلة أو المربعة بأشياء أوردي موجودة عندنا بكل بيت، مثل الفوانيس والبريج الماي والأشياء الثانية مثل البراويز والشموع وغيرها. راح يكون معنا تنسيق فعلي وراح نكون مجهزين لكم كم شغلة بسيطة. خلكم معنا وإن شاء الله راح تستمتعون. مثل ما ذكرنا هذه الأشياء موجودة بكل بيت، مثل الفوانيس والإطارات والبريج مال الماي. بس اليوم أنا أحبذ كمنسق ورد أن نستخدم النباتات الداخلية، راح تعطي رونق وجمال حق هذا المكان. عندنا أولا الصبار الداخلي، ثانيا الكريز، هذا ورد موسمي ويكون جدا شكله جميل لما ننسق حق الاشياء التنسيقات الداخليه. الشموع موجوده بكل مكان، بس الحين لازم نشتغل الشغل العملي. أولاً نأخذ الهيدرنجة، نقص الساق بحيث أن تكون طالعة بشكل جداً بسيط، ما يكون طالعة لفوق وايد علشان نعطي مساحة حق الفازة أن تكون شكلها مرتب. هذا الشكل يكون التنسيق ممتاز. والأوركيد ممكن نخليه نازل على جنب. طبعا هذه كانت طريقة تنسيق ورد جدا بسيطة، أي واحد يقدر يسويها بالبيت، بس أنا أحبذ أن نستخدم أول شيء دس أو جلوفز علشان نحمي إيدنا إن كان فيه بالورد شوك أو ما شابه. ثانيا نستخدم أدوات ما تكون حادة بشكل وايد كبير علشان ما نجرح مثلا إيدنا. التنسيق جدا بسيط، أي إنسان مثل ما قلت يقدر يسويها. مشاهدينا الكرام حياكم الله ويانا وعدنا مجددا اليكم من خلال برنامجكم شباب قول وفعل. دعوني باسمي وباسمكم اني ارحب بضيوفنا الكرام من فريق ليمتلس، ودعوني ارحب بالاستاذه الاء علي عبد الرحيم وايضا الاستاذ احمد علي الكندري. حياكم الله معنا واهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكم. طبعا احنا اكيد جدا سعيدين بتواجدكم معنا، ويا ريت بالبدايه تحدثونا عن فريقكم ليمتلس، يعني شنو اللي يميز هذا الفريق وشنو اللي السر وراء هذا الفريق؟ الفريق هذا احنا نحبه لان طلع من شغف، يعني احنا دائما نعيش فيه. البدا ليمتلس كفريق رياضة، كفريق جري من 2016 مع الكابتن أحمد العازمي بممادرة نبيلة منه، واستمر هذا الفريق يعني يكبر، والمجتمع الرياضي معاه يكبر إلى أن تولد منه فريق ليمتلس في بداية السنة الماضية.
وحاليا وصل عندنا اعداد كبيره من المشتركين تصل الى يعني حوالي احنا عشان برضو ناخذ خطوه لورا شويه. احنا ابتدينا كخمس اشخاص في اول تدريب لينا في الجري. دلوقتي ما فيش ركضه بنركضها يوم الاثنين غير ما يكون عندنا يمكن 70 الى 80 هذا العدد عضو من الفريق بيجري معنا ومستمرين على طول السنه. وتولد من رياضة الجري كانت في البداية إلى العديد من الرياضات والهوايات المختلفة ما بين القاري الدراجة أو السباحة ووزن الجسم واليوغا والتأمل. وفي رياضات نعمل كمان رياضات للأطفال منها وكمان في دفاع عن النفس وبنعمل كل الرياضات دي في جميع أنحاء الكويت وبالإضافة إلى المحاضرات اللي توعوية فيما يخص الرياضة. طيب يعني أنا بأنتقل آسف نعم تفضل. وكلها مجانية كلها مجانية ما في أي رسوم معظم الكلاسز معظم التمرينات دي بتبقى مجانية فعلا ولو المتدرب إما بيجي عندنا الكلاس المجاني ويتدرب مع كوتش مع كابتن ويعجبه الكلاس أو يعجبه التمرين يقدر كمان يتدرب أكتر مع الكابتن والكابتن هيحط بقى الرسوم بتاعته في الكلاس بتاعه. بس معظم الأنشطة بتاعتنا مجانية وغير التمارين وغير المحاضرات اللي بنعملها مع الدكاترة عندنا دكاترة أغذية عندنا كباتن محترفين في الرياضات بتاعتهم بنستفيد منهم في المحاضرات دي ويدونا يعني بيعلمونا ويدونا فوائد عن كيفية ممارسة رياضات معينة من غير ما نتعرض لإصابات أو إزاي ناكل عشان إحنا رياضيين أو بنمارس الرياضة فإزاي يكون عندنا نظام غذائي صح بالنسبة للرياضة اللي بنعملها وغير كده بننظم كمان سباقات فإن شاء الله على شهر 3 هيكون عندنا سباق للعائلة السنة اللي فاتت في مايو عملنا سباق اسمه سكافنجر هانت أو البحث عن الكنز وأكثر من 100 شخص عملوا السباق ده معنا وكانت حاجة نظمناها في يعني يمكن 3 أسابيع يعني حاجة بسيطة جدا بس الناس اتبسطت جدا وكانت الفكرة من السباق مش بس إن إحنا نعمل حاجة فن حاجة مسلية بس عشان الناس فعلا تلعب رياضة وتجري فكانت كان نشاط جميل وعشان كده هنكرره إن شاء الله السنة دي إن شاء الله عسى الله يوفقكم. طيب أستاذة ألاء يعني أنت ذكرتي قلتي كل أثنين شنكم تمارسون لعبة الجري يس كل يوم أثنين طول الأسبوع عندنا أنشطة حتى يوم الجمعة والسبت وأحيانا يكون نشاطين في اليوم الواحد لكن يوم الأثنين هو الجري وفي غيره من وين تعملون الجري هل في أندية موفرت لكم مكان ولا احنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك احنا في جميع انحاء الكويت اي مكان نقدر نلعب فيه رياضه هنلعب فيه رياضه فاحنا في حديقه شهيد حديقه بوليفارد بنمارس الرياضه او الجري على البحر كمان وبنمارس اللي هي يعني الاماكن اللي مخصصتها الدوله صحيح الاماكن العامه خلينا نقول بالاضافه الى ان لمده الثلاث شهور الجايين احنا عملنا اتفاق مع برج الحمراء واخدين الدور ال 55 من البرج فبنمارس الرياضه في جوه كلاس بعيد عن اي جو برد ونقدر نشوف الكويت كلها تحتينا وفي كثير من الكلاسات كثير من الكلاسات اللي بدينا فيها مع الحمراء يعني مشكورين ان وفروا لنا في هذا المكان اللي نمارس فيه رياضه بشكل يومي واكثر من كلاس يعطيها العافيه الاء على ترتيب كثير من الكلاسات المجانيه اللي قاعد تصير في الحمراء مختلف الكلاسات والحصص التدريبيه بمختلف انواعها وللامانه انا فخور ان شيء افتخر فيه لنفسي ان انا جزء من هذا الفريق لانه هو خلق يعني مجتمع رياضي خلق مجتمع مو بس وفر حصص تدريبيه أنا سمعت الأعداد وصلت وياكم تعدت الألف الأعداد صحيح في كتسجيل في في في, في الويب سايت إيه نعم. يعني اللي دخلوا وسجلوا معانا لكن أنا بيتكلم عن فكرة المجتمع الرياضي اللي انولد في 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 هذه المجموعة الطاقة الموجودة في الداخل إذا بتقعد مع الأعضاء الموجودين راح تجد العديد من القصص
وان في ناس دخلت وغيرت حياتها، فهذه الكلمه كبيره لكن تعني لهم فعلا، هي 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 هي, هي تعني لهم، لان يعني روتين الحياه تغير، فكره شنو انا اسوي بحياتي، شنو انا يعني النفسيه، الاهداف، الانجازات، يعني كثير منهم ادخلوا بانجازات يعني بسيطه او ادخلوا لاهداف خلينا نقول انها بسيطه، مع الوقت قاعدين يكتشفون نفسهم في هذه المجموعه، اكتشفوا نفسهم. سنوات عديده انا شخصيا كنت اسوي رياضه لوحدي، ما تجد هذا الحافز والتشجيع لما تكون في مجموعه تدفعك الى ابعد الاهداف، ابعد الحدود. يعني وفعلا ليمتلس هي، يعني انا كتجربه شخصيه لي يعني عشتها ليمت، يعني في البدايه كنت اركض مثلا 3 كيلو وما اتخيل اني اسوي اكثر، سويت 60 كيلو، يعني ما كنت لا احمد متواضع، احمد ما شاء الله بالنسبه لنا سوبرمان. لا 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 احمد لا مش لا بس لا لا اقصد هذا مو بس انا بي 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 بيعوم بيعمل سويمينغ ودخل سباق اسمه ايرون مان، واحمد بس مثال واحد. عندنا اطفال وعندنا كبار السن، يعني انا ما بحبش اقول عليهم كبار السن، هم شباب 60 سنه وفوق وما شاء الله بيعملوا حاجه اسمها تريل ران. تريل ران يعني ان انت تجري اكتر من 100 كيلو. وبيعملوها. طيب وين تلقون موقع 100 كيلو تجرون فيه؟ او 60 كيلو او 40 كيلو بالكويت؟ وين تحصلون اماكن؟ اقول لك 60 كيلو نطلع من الفنطاس للمارينا للابراج الكويت للشويخ ونرجع للمارينا. التنقلات هذه بالركب. ومش بس في الكويت، يعني احنا بنشارك في سباقات عديده جدا برا الكويت. ومش بس في الجري، عشان احنا دلوقتي مركزين على الجري، لا ما هياش بس جري. احنا بنعلم سباحه، وبنعلم سباحه للاطفال وللكبار، وبنعلم تايكواندو، وكتير دخلوا سباقات اللي هي الأوبستكل ريس أو اللي هي فيها عوائق. وفي سباق مشهور جه الكويت اسمه سبارتن ريس. كل الفريق برافو عليكي سبارتن. كل شايفة دي أنا مخلصة 3 سباقات سبارتن، وكتير من أعضاء الفريق دخلوا سبارتن لأول مرة. عندنا هبة يعني ما شاء الله عليها رياضية من الدرجة الأولى، باين عليها كل الألعاب الرياضية ننتظرها تشارك. لا بس مثل ما ذكرتي هو شيء جميل، ان احنا قاعدين نشوف المجتمع تغيرت نظرته بشكل عام، ومثل ما ذكرتي ايضا ان حتى كبار السن اللي هم اللي الشخص يشوفهم في ان كبار وتعبانين ما يقدرون يمشون مثلا، ما يقدرون يسوون اكتيفيتيز كثيره، لكن شيء جميل ان مثل ما ذكرتي الحين سباق سبارتن ان تشوفين فئات عمريه كبيره اصلا مشاركه وقاعدين ينجزون، فهذا الشيء بالعكس يعطي صوره ايجابيه ان الشخص يعني ages just a number، العمر صحيح. فقط رقم، فبالعكس ان هذا شيء جدا جميل، وان نشوفكم ان انتم ما شاء الله من خلال تفاعلكم في الموضوع وتحدثكم عن الفريق ان فعلا هذا فريق منجز، عاكس عليكم صوره ايجابيه في حياتكم وايضا في المجتمع. اكيد احنا الحين قاعدين نشوف ان الجو بدا يصير حلو، بدا يصير بارد، الجري برا احسن من الجري في الصيف، فهل فريق ليمتلس فعال في فتره الشتاء فقط ولكن فعال طوال السنة يعني بشكل عام؟ هو الفريق الوحيد أقدر أقول دي الحاجة اللي تميزنا إن إحنا ما فيش يوم في السنة بنوقف فيه، طول السنة يا بنجري يا بنلعب رياضة برا يا بنسبح يا بنعمل تأمل أو يوغا، كل اللي تفكري فيه كل اللي نقدر نعمله بنعمله. حلو. الجو ما بيأثرش علينا. طيب أنا الآن اللي قاعد يشاهدنا ويسمع كلامنا وطريقة حديثنا يقول إنه ممكن إنه يفكر أو يعني يقول أنتوا طول اليوم رياضة، خل نوضح للسادة المشاهدين إيش كثر تأخذون وقت في الرياضة في اليوم الواحد؟ هو مو اليوم يعني كله. هل مثلاً رياضتكم تكون الصبح فقط أو العصر الكلاسات مثلاً على سبيل؟ خل نوضح للسادة المشاهدين أكثر، لكن اللي أنا قاعد أسمعه إنه كني أنا طول اليوم يعني شغلي كله رياضة رياضة رياضة، خلينا نشوف التزاماتكم الثانية ممكن شو بتكون. بس بدي أقول شيء. نعم. إن الرياضة مو طول اليوم لكن هو الجزء اللي نحبه. أي حلو. فلما نتكلم عنه نبي نوضح للسادة المشاهدين. بالضبط. شنو كلاساتكم؟ كم ساعة؟ وشون اللي يشاهدنا يبي يلتحق معاكم؟ شلون يتوجه لكم؟ وشون يعرف الكلاسات هذه في الساعة الفلانية؟ يعني مثلا أنا حابة أدخل الجري. تمام.
تمام. وان شاء الله اني ادخل معاكم جري ان شاء الله. تشرفنا. انزين فشلون راح اعرف انا متى اوقات الجري معاكم؟ في اي يوم راح تكون؟ ليش سالتكم في البدايه يوم الاثنين لما قلتي؟ فابي اتاكد، فخلنا نوضح المعلومات هذه للساده المشاهدين. خلينا برضو نكون واضحين ان احنا مش رياضيين بمعنى ان احنا محترفين. نعم. انا موظفه في بنك وبشتغل من 7:30 لغايه الساعه 4، اخلص دوامي ارجع البيت اكل وبعدين انزل تاني العب رياضه ساعه او ساعتين في اليوم، ومش لازم 7 ايام في الاسبوع، يا حوالي ثلاث مرات او 4 ايام في الاسبوع، ولو عندي سباق او عندي حاجه بتضرب لها طبعا مستوى التدريب بيعلى. بالنسبه لنشاطات ليمتلس عندنا جدول ممتلئ زي ما بيقولوا، من السبت للجمعه طول الايام في نشاطات، من السبت للسبت فعندك طبعا يوم الاحد ابتداء من الساعه 6 مساء لغايه الساعه 8 او الساعه 9 في نشاطات، يوم الاثنين من الساعه 7:30. كل النشاطات دي موجوده على الويب سايت بتاعنا او كمان على الانستغرام عندنا. الويب سايت بتاعنا اسمه limitlessaction.com والانستغرام بتاعنا اسمه wearelimitless. وكلمه limitless دي احنا اخترناها ليه؟ عشان احنا ما عندناش حدود وما بنصدقش ان في حدود للشخص اللي حاطط هدف في دماغه. فعشان كده احنا بنجرب في كل الرياضات، وتلاقي ما فيش كلاس في اقل من 20 او 30 شخص بيتدربوا في وقت واحد، واحنا مجموعه متنوعه جدا. فهتلاقي المبتدئ وهتلاقي المحترف وهتلاقي الصغير في السن وهتلاقي اللي اكبر شويه وهتلاقي الكلبوز شويه او التختوخ شويه اللي عاوز يدخل في الرياضه ويخس، وهتلاقي يعني المجتمع كله عندنا. انا بس ابي اضيف استاذ احمد، بس انا واستاذن زميلتي هبه في هذا السؤال حتى نوضح ايضا للساده المشاهدين، هل عمليه التنسيق الاعمار او الترتيبات هل هي العمليه مختلطه ومشتركه ما بين الجميع؟ يعني مثلا رجل عمره 60 سنه يقدر يلعب مع رجل عمره يعني او خلينا نقول يعني ولد شباب مثلا عمره 14 15 سنه، هل العملية مشتركة ولا بالنساء مع الرجال؟ حتى نوضح للسادة المشاهدين، هل العملية مشتركة ولا لا في أعمار وفئات سنية معينة؟ هو يعني الكل مرحب فيه. نعم. ومع الأخذ بالاعتبار لاختلاف المستويات والفروقات الموجودة. مثلا في يوم الاثنين نتقسم إلى مجاميع، إن المبتدئين واللي المجموعة اللي صار لها فترة أو عندهم مستوى أحسن والسريعين، وفي مثلا إذا تقصد في كلاسات خاصة حق البنات كبار السن أي أو البنات أو نعم خاصة حق البنات في خصوصا السباحة السويمينج يعني صحيح السباحة. نعم. كان في سباحة للرجال. نعم. وكانت بتتعمل كمان في البحر. وبالنسبة للسيدات عاملين كلاس فقط أو تمرين فقط للسيدات اليوغا، وده طبعا جوه الحمراء في الدور 55 يوم الثلاث. فإحنا بنفكر فعلا في الفئات العمرية والمجتمع بتاعنا بيتطلب إيه بالنسبة للرياضة، وبنحترم طبعا الموضوع ده. شيء جميل جدا ان نشوف هذا الشيء متواجد ايضا مره ثانيه في الكويت، وايضا بروح رياضيه جميله بمختلف الاعمار ايضا وبمختلف الانواع بشكل عام، يعني الضعيف المبتدئ والى اخر من الامور. نعم. وفي كثير يعني في الابو مع ابنه يجون. نعم. ويشوفوا يتحدون بعض. وبالنسبة حق الكلاس هل في عدد معين بالنسبه لهم؟ يعني احنا قاعد نشوف وايد ناس حابين يشاركون، لكن خلاص في الكلاس فولنا ما نقدر. صحيح. هو بس في أنشطة كتير، فلو في كلاس اتملى في كلاس تاني في مكان تاني. أكيد أكيد إحنا مشغولين طول الأسبوع طول الوقت، وزي ما بقولك الأنشطة كلها موجودة على الويب سايت limitlessaction.com، وسهل جدا الاستخدام، بس تشوف الكلاس تسجل على طول وبلاش. أهم شيء عندكم كلاس كاراتيه؟ عندنا كلاس تايكوندو. هبه تلعبين كاراتيه ولا؟ ها؟ دفاع عن النفس يا هبه. موفقين ان شاء الله. يعني شاكرين حضوركم احنا وتواجدكم معنا في برنامج شباب قول فعل، وان شاء الله نلتقيكم ان شاء الله في المستقبل، يعني حتى يعني نكون متواصلين وياكم في تغطيات اعلاميه وتقارير مختلفه لفريقكم ليمتلس، وان شاء الله توفقون. مشكورين. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام
حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. لكم من أجمل تحية ومع السلامة.